ابن عين الصفراء بقلب الصحراء الجزائرية، ذاع صيته في القنوات العالمية قبل المحلية. هواية تاعي هي التصوير الفوتوغرافي والإخراج. العلاقة تاعي بالصورة يعني متعلق جدا بالصورة، لأن الصورة يعني في حد ذاتها لغة، لغة يفهمها جميع العالم. وكما حدث في القصة نتاع الصورة نتاعي اللي العالم كامل انبهر بها، اللي فيها التمازج بين الجبل واللون الرمال الذهبية وبياض الثلج، الصورة يعني اللي تنقلت عبر جميع قارات العالم. نجومية من نوع آخر صنعها ولعه بالصورة، هواية بدأت صغيرة ليكبر الحلم مع الزمن، وهو يجوب الأمكنة بحثا عن المتعة أولا والاستثناء ثانيا وعن أشياء أخرى لا يحسن تفسيرها سواها. صورة الكثبان الرملية المكسوة ببياض الثلج. هذه الصورة من مدينة العين الصفراء بوابة الصحراء. بالنسبة لي لمنطقة الكثبان الرملية، الكثبان الذهبية الساحرة اللي فيها تمازج في المدينة نتاعي بين المدينة والغابة، فيها الأشجار الكاليبتوس العملاقة والكثبان الرملية الذهبية، ويجي من وراءها الجبل هذا. ما صنعته ندف الثلج ببلورات الرمال في هذا المشهد هو ذاته السحر الذي دفع كريم بشطاطة للخروج بحثا عن لوحات نادرة ندرة معانقة الثلوج لرمال الصحراء. فالبداية والنهاية حب وكاميرا. من عين الصفراء جاءنا الذي يستوقف اللحظة وطرق العالمية بمحليته، نستقبله بعد الفاصل. بأسماء حضراتكم جميعا نستقبل كريم بشطاطة. أهلا بك كريم. شكرا أستاذة على الاستضافة في هذه الحصة. يعني شكرا أنت على الحضور. 690 كيلومتر من عين الصفراء إلى العاصمة، شكرا جزيلا على كرم الحضور. طبعا كريم بشطاطة أنت مصور فوتوغرافي هاوي، معليش تحدث لنا والمشاهد الكريم على بداياتك مع الكاميرا. بدايتي مع الكاميرا يعني فيها علاقة يعني لا توصف. يعني أنا بالنسبة لي لا أسميها كاميرا، أنا دائما في الصفحة نتاعي الفيسبوك أسميها الملهمة. جميل. ملهمتي، لأنها مصدر إلهامي بعيدا عن ضوضاء العمل، بعيدا عن المشاكل، بعيدا نوصل بها رسالة إلى العالم. كيف بدأت إلى المشاهدين القصة؟ بدأت يعني لكل إنسان عنا عنده طاقة إيجابية. أنا الطاقة نتاعي نقدمها لهذه الملهمة لأنها تقدم الجمال، لأنها صادقة معك أيضا، لأنها صادقة. جميل. وأني مخلص لها. جميل. طبعا كثير من المواقع الإلكترونية والجرائد وحتى القنوات الأجنبية يعني تناقلت صورك على عين الصفراء، حدثنا عن هذه التجربة الاستثنائية التي عرفت العالم بعين الصفراء، هذه المنطقة بوابة الصحراء يعني الجزائرية. بالنسبة لي تجربة لا تتكرر ربما مع شخص آخر، لأنها من منطقة من مناطق الوطن اللي هي عين الصفراء، منطقة داخلية، فجأة أصبحت حديث العالم. كيف بدأت بهذه الصورة العابرة للقارات؟ نعم، هذه بعض صورك كريم. نعم، صور اخترتها للجمهور. لحظات جميلة لا تتكرر. أنا حيرتني يعني كيف يمكن لهذه الصور أن تختار بينها كريم، هذا الفرس أم خيل حزين؟ كريم دائما يقصني الصورة التي لا يصورها غيره، عندي زاوية معينة في اختيار الصور، أفضل الصور العميقة. هذه أيضا صورة لعين صفراء دائما. نعم. وناسة دائما منطقة العين صفراء غنية بوابة الصحراء وعاصمة جبل القصور. وهذه الصورة الاستثنائية لأربعة خيول جمعت جميع الألوان الخيول في صورة واحدة وفي لقطة أيضا لا تتكرر، اختلطتها. نعم. سارق محترف. نعم أستاذ. نعم، هذه بعض الصور اخترتها لجمهور قناة الشروق. طبعا وهذا الإنسان، هذا الطفل البريء عفوية، ابتسامة وراءه يعني
مظهر عبثي للجزائر العميقة. الجزائر العميقة، وفيها أيضا رجل الثلج. رجل الثلج يعني نعم. مازال الأمل قائم. مازال الأمل قائم إن شاء الله. طبعا كما أسلفنا ذكر كريم، أنت طرقت أبواب الشهرة عن طريق العالمية، هل دققت أبوابا أخرى في الجزائر؟ عندي إن شاء الله عندي أفاق مع في مجال الثقافة، إن شاء الله يكون فيها معارض إن شاء الله من المعالمية إلى المحلية ثم إلى العالمية. أنا عندما رأيت الفيديوهات التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية والعربية قلت لماذا وزارة السياحة لم تستغل هذه الكفاءة اللي فيك، وأنت سفير للجزائر بشكل ما، رفعت علمها وعرفت ممكن أجناس لتسمع بالجزائر. الحمد لله صورة الجزائر واسمها ذكر في صفحات بريطانية أمريكية، يعني بهذه الصورة العابرة للقارات، وصورة الحمد لله كانت إيجابية، كانت مروجة لقارة اسمها الجزائر. قارة الجزائر التي تحتاج كثيرا إلى من يسوق لثقافتها، أنت بشكل ما سوقت لثقافتها. الحمد لله ساهمت ولو بقدر، لكن ما زال يكون كاين. لماذا لكن هذه لكن هذه؟ هل لم تتلقى تشجيعا أو شيء من هذا القبيل؟ يعني بالنسبة للتشجيع الحمد لله كان فيها يعني جمهور جزائري، كان فيه رسائل يعني من كان تفاعل كبير. تفاعل كبير. بالنسبة أنا عندي هدف نبيل الحمد لله، وصلت أن صورة الجزائر كانت في العالم، شافوا مناظر خلابة، فيه يعني ناس يتمنوا يشوفوا هالتجربة هذه، يشوفوا الكثبان الذهبية، يشوفوا جبال الجزائر، يشوفوا الصحراء، يشوفوا الجزائر المضيافة. جميل. طبعا الصورة التي أخذت صيتا عالميا هذه هي الصورة، الصورة هي لكثبان رملية تعلوها ثلوج، أتمنى أني ضمن هذه هي مزيد. رمال تعلوها الثلوج، فيها ألوان، فيها يعني هذه الصورة اللي كانت حديث العالم، الصورة العابرة للقارات. جميل. طبعا هل يعني التصوير الفوتوغرافي بالنسبة لك هواية كما أسلفنا الذكر؟ هواية فقط. ما هو يعني عملك في الحياة؟ أنا إطار في البلدية وخريج عين صفراء، خريج كلية العلوم عليهم اتصال جامعة الجزائر تخصص سمعي بصري 2009. قلت لي في الكواليس كريم بشتطة أنك أيضا مهتم بالعمل التوثيقي بالسينما بالأفلام الوثائقية، هل لديك أعمال في هذا المجال؟ الحمد لله أنا مخرج هاوي، عندي تجارب في 4 أشرطة وثائقية، وكان عندي أيضا مثلت الولاية نتاعي على مستوى 4 تظاهرات وطنية، مهرجان تندوف فيلم قصير، أيام المسيلة، أيام الجلفة، وأيام المسيلة أيضا. يعني تكون الصورة موضحة، أنت فوتوغرافي ومركب وصحفي بكل بساطة، أنت قناة متنقلة. شكرا جميلا جزيلا لك كريم بشتط على كل هذه التوضيحات، نتمنى لقائك في فرص أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. تتمة مشاهدينا لنشرتنا بعد هذا الفاصل.